مكان النداء كان رئيس المنظمه في عام 52 طرحنا جدا وطلبونا معنا اتحاد عالمي للمراه باش يقع مؤتمر في كوبنهاغ في مناطق في موسكو ولا في وجدنا السيكل نتاع الطياره يحبوا على 4 نساء من تونس معناها خلاف الاتحاد النسائي التونسي يحبوا نساء من الاتحاد النسائي الاسلامي وطرحنا على بشير بن مراد وافقت بشير بن مراد بعد 24 ساعه خاطر عند ابوها كانت تحترم ياسر وتشاور بكل شيء وافق عم تليفون وقالت لنا رانا وافقنا باش نمشي ومشيت بشير بن مراد المؤتمر المرأة المؤتمر العالمي للمرأة اللي وقع في بوكا في موسكو زودي في موسكو وقت مع سقط برشا ومعناها المنظمة نتاعنا الاتحاد النسائي التونسي كانت موجودة من عام 43 حتى العام 62 كانت المنظمة نتاعي الاتحاد النسائي وأنا كنت معناها مسؤولة مع الاتحاد النسائي والمؤتمر هذايا الثاني اللي وقع في برلين عام 50 والأول امرأة تونسية خرجت من المؤتمر هذايا هو أنا المؤتمر هذايا في برلين بعد الحرب العالمية الثانية في عام 50 عمري 20 سنة وقتها في المؤتمر وهو المرأة التونسية خدت الباسبور هو أنا أول مرة تونسية تسجلت الباسبور في الدفتر بتاع الباسبورات هو أنا تونسية. وقت عمري 20 سنة وحضرت عمري 20 سنة حضرت في الكونغري مونديال دي فام في برلين وطلعت في التريبيون وأنا عمري 20 سنة في عهد الاستعمار معناها عام 45 وقعت معناها اتحاد نسائي العمل عام 45 عام 50 كيف المؤتمر عمري 20 سنة. معناها يعني الحركة النسائية هي موجودة من عام 44 والبشيرة بن مراد المنظمة نتاعها موجودة من عام 39 ولا عام تقريبا هذايا وشاركت معنا في المؤتمر العالمي للمرأة اللي كنا نشاركوا في الحركة اللي عندنا معناها وقتها نشاركوا مع بعضنا في الحركة في المظاهرات ولا الاجتماعات في الإعانات الناس الفقراء اللي ما عندوش نتعاملوا مع بعضنا وفي المؤتمرات اللي في الخارج نهزوا معنا برشا نساء يمشيو في فهمتني معناها ثم الحركه موجوده وانسجام مع بعضنا وكنا نكافحوا ضد الاستعمار الفرنسي اللي هو عدو وعدو واحد احنا كل حد في الجهات السياسيه نتاعه كل حد تفكيره ولكن هو بالتحديد نلقاو في العدو بتاعنا هو العدو الواحد هو الاستعمار الفرنساوي، باش نحاربوا البيت من الاستعمار وبعد نحاربوا المرأة بالعبودية بتاع الراجل اللي كان في المرأة كان معناها كل واحد نتصور لك كيفاش كانت المرأة، هي راجلها كده في الدار، المرأة كده في الدار يخرج يمشي للعدو في الحومة بعدين تبدا تلقى وتبدا تلقى كل البنات، فماش حتى حق ما عندها حتى حق. معناها يطلقها ويجيبها قفة الخزة وتلقى مع قفة الخزة فوق القاضي بتاعها يقول لها سمعنا برنا في انتباه روحي معناها الحقوق هذيا في الاستقلال والحمد لله هذيا جات ما جات احوال الشخصية حققت لنا حق المرأة التونسية هي حقها معناها أنا لما جات احوال الشخصية عطيت حق المرأة وهذا الشيء اللي احنا فرحانين به Merci les Chinois pour ce témoignage. Alors, Jean-Paul, comme que nous fêtons bien sûr aujourd'hui le centenaire.
pas vous donner rendez-vous dans un siècle. Je voulais vous annoncer tout simplement la création de la Fondation Michel Abdelmalade qui va commencer à travailler, qui a déjà commencé à travailler, qui a été partie prenante dans cette manifestation. Et nous vous tiendrons au courant des activités.